السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متتبعي لصفحتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى كواي وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. أي حاجة نوصلها لكم إلا بالخبرة وإلى مورث من الشيوخ بقواعد وبإذن وبمشيخة وبوردين، وليس أتكلم من فراغ أو على جهل أو على نقل من هنا أو هناك لكي أكذب وأضلل الناس. هذه الطريقة التي سوف أبين لكم اليوم بإذن الله هي طريقة سهلة مهلة كما نقول بالدارجة، سهلة للناس التي تعاني من الخوف، الخوف الشديد، وحد الإنسان تسمع وحد الخوف، تسمع وحد الخوف، وده الخوف ما عارفش هو الأصل دياله، تسمى هو خوف تسمعه، مش هو تسمع الحاجة تعطيه الخوف، لا تسمع الخوف دائما، أن الخوف تشدو من جهة السرة بتاعته يا القلب تاعه، تخيل بها الأحيان تمشي للسفل أو يسمع شي خبر أو ديما يعني على عدم الاستعداد بالخوف. وهاد الطريقة التي تتعدى 5 دقائق أو 7 دقائق أو 10 دقائق، تأتي بإناء كيف كان لونه أو شكله المهم طاهر، تأتي بماء فتقرأ عليه سورة الكرسي أو آية الكرسي 21 مرة وتشرب منه 3 مرات بسم الله، وتشرب شربة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشربة النبوية راه معروفة. ثم إلا بغيتي داك الماء تزيد فيه وتدوش ما كان طاهر، أو تبقى تشرب منه ورش منه الوجه ديالك، كن على يقين داك الخوف غادي يزول بإذن الله من ساعته. هذا راه سر عظيم من الزوايا، ولا تنسوا الاشتراك والدعم، بارك الله فيكم.